مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا. زبدة زائبة نصف كوب 100 جرام وليس مانجرين. سكر بني نصف كوب 100 جرام. 1 بيضة حرارة الغرفة. سكر أبيض نصف كوب 100 جرام. فانيلا ملعقة صغيرة. نصف معلقة صغيرة بيكنج صودا وليس بيكنج بودر. قليل من الملح 2 جرام. خلط المكونات تقريبا دقيقة حتى تنسجم. بخصوص السكر البني، إذا غير موجود سكر بني ممكن نضيف السكر الأبيض معلقة دبس السكر. دقيق 1.5 كوب 225 غرام. خلط المكونات جيد، لأن السكر البني فرق بين السكر البني والسكر الأبيض. السكر البني مكرر مرة واحدة، السكر الأبيض مكرر عدة مرات، فيوجد فيه دبس سكر من 5 إلى 10% تقريبا. شوكولاتة 200 جرام. خلط المكونات جيد. فقط قليل حتى تنسجم. هيك جاهزة. نكورهم تقريبا بيجوا 12 قطعة. بعدين بندخلهم، يا إما بندخلهم الثلاجة لمدة ساعة، يا إما في المجمد 10 دقائق قبل الخبيز. بعد الثلاجة نضعهم في الفرن على حرارة 180 درجة. هيك صاروا جاهزين. ويفضل إنه نتركها تبرد، ولكن أنا حفرجيكم إياها كيف من الداخل. هي سخنة شوية، لكن هذا شكلها النهائي، ولكن يفضل تقديمها باردة مثل ما انتم شايفين. هي طيبة باردة مع فنجان قهوة ساخن. في أمان الله. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.